ازيكم يا حلوين؟ النهاردة هناخد قصة المفتاح الضائع، وهنركز على الكلمات اللي فيها صوت حرف الميم. يلا بينا. ذات صباح ذهب الملك كعادته في رحلة صيد بمركبه الكبير، وأثناء الرحلة أراد الملك أن يفتح صندوق أدوات الصيد، لكنه لم يجد المفتاح. بحث كثيراً عن المفتاح فلم يجده. طلب من الحراس أن يفتحوا له الصندوق بأي طريقة. حاولوا أن يفتحوا بالمقص فلم يستطيعوا. اقترح أحد الحراس أن يفتحوا بالمنشار، لكن الملك خاف أن ينكسر الصندوق فرفض. وفجأة رأى أحد الحراس شيئاً يلمع من بعيد في آخر السفينة، فإذا به المفتاح الضائع. أحضره سريعاً للملك وفتح الصندوق أخيراً، وشكره الملك على قوة ملاحظته. استنوني في الحواديت الجاية ومع أصوات الحروف الجديدة. باي باي.